برضو بنستكمل معاكم من الفيديو اللي فات. أوراق النقدية موجودة حاليا معايا، دي العشرة ساق طبعا، العشرة قروش أو البريزة، الورق بمعظم أشكالها يعني وتواريخها، في منها القديم جدا زي دي كده، دي أبو الهول، دي من نادرة جدا يعني قليلة ما نلاقيها، الطبعة القديمة، وفي منها الأحدث اللي هو أبو الهول الحديث، طبعة تلاقيها لونها أزرق أو عاطي على لبني شوية، لكن القديمة دي لونها تحس الطباعة بتاعتها سودة. في طبعا عدد منها، دي العشرة صيغ أو البريزة، في عدد كبير منها، وفي طبعا الشلم أو الخمس قروش، في منها القديم وفي منها برضو الأحدث، في كله برضو من أقل 50 سنة ممكن 60 سنة. أيوة أيوة، تبص كده برضو، نعملها على الجنب التاني، نشوفها من الناحية التانية. وهنا برضو نفس النظام. هي ملهاش قيمة مالية عالية دلوقتي، لكن برضو هي حاجة مهمة ان انت تشيلها او تبقى في حيازتك يعني، تقتنيها لانها مع الوقت هتبقى طبعا احسن وتبقى ليها قيمة مالية، لان سمعنا ان في بعض الحاجات دي تمنها 3000 و5000 الورقة الواحدة، فطبعا مش متأكدين، لكن برضو ايه بنخليها عشان نعرف قيمتها المالية بعدين. وانا بشيل الحقيقة العملات الورقية والمعدنية من زمان، وورثت جزء برضو عن اهلي يعني، وفي جزء كنت بشتريه، ولو استجد عندي في عملات ان شاء الله برضو ورقية تاني، وفي اوراق وفي عملات معدنية، هنعمل لكم فيديوهات ان شاء الله على طول بصوتي وننزلها ان شاء الله. سلام.